هذا هدف قاتل بالدقائق الأخيرة. أحلى هدف، أحلى هدف عاشت اليوم. مبروك مصطفى. الله يبارك فيك. الحمد لله فوز بشق الأنفس، لكن فوز مستحق والحمد لله. فرحونا وبارك الله بهم على هذا الأداء، وإن شاء الله إذا على هذا وهذا المستوى إن شاء الله نوصل كأس العالم ويفرح كل العراق إن شاء الله. ألف مبروك. حسامة ميمي، حسامة في آخر لحظات. حلو 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 العراق، فوز عظيم اليوم، يعني رسالة لا حد يسعى اللاعبين لأن كلهم خوان. اليوم قدموا مستوى راقي، بس اليوم الشوط الأول كان بطل المباراة بشار، الشوط الثاني من هو بايش وجميمي ورجع جيبة 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 جيبة. ألف مبروك لمنتخبنا العراقي، وإن شاء الله صدارة المجموعة، وإن شاء الله تأهل لكأس العالم. ولنبارك على اللاعبين على هذا الأداء الراقي وعلى هذا الجمهور اللي بالبصرة، ونقول هلا عليهم هلا، والعراق بعد بحيلة. هلا عليهم هلا، والعراق بعد بحيلة. كان الاداء اليوم جدا رائع، وبياس كل شوي رحم الله والدي وعزكم. الله يبارك فيك، اشكرك. مبروك للشعب العراقي، ما اقدر اقول لك انا فرحان. مبروك للشعب العراقي، ان شاء الله هالفرحة تعم على كل البلد، وان شاء الله عندك هذا ابو مرايه قال باخر دقيقه يجي هدف وجه الهدف. الله شاهد هذا حمود. صل على ابو محمد. والله انا قلت له صل على محمد. كلش فرحتونا بالقران، محتاجين هاي الفرحه، احنا كعراقيين محتاجين هاي الفرحه. واللواعي بادائهم كان يجنن ويستاهلون الفوز، والف مبروك. شاشر يلا. ما يقدر علي فيتنام خطيه، ما يقدر علي فيتنام خطيه. عراق بطولات معروف الهويه، عراق بطولات معروف الهويه. فزنا وانتصرنا، سووها وندنا. فزنا وانتصرنا، هزلنا سووها وندنا. فزنا وانتصرنا، سووها وندنا. فزنا وان هي 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 عم العراق، والله اللي يجي بالبصرة إلا نرجع خمسة، والله لو البرازيل لو إيطاليا أي واحد يجي. جيبة 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 مشيني لك جيبة، مشيني لك جيبة، مشيني لك بشنقي بطل. ميمي 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 بشار، ميمي ميمي بايش، ميمي ميمي حمادي، ميمي ميمي أمير، ميمي هلا 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 يبا يما يما يما. الله يحفظك ويوفقك ويوفق اللاعب أمير العماري إن شاء الله مع المنتخب الوطني. الجماهير في أربيل كالعادة تجتمع وتحتفل بفوز المنتخب الوطني. خلينا نشوف حتى على رأس الساعة أو قبلها نبدأ الحوار والتحليل لمباراة منتخبنا هذا اليوم. الكرة الأخيرة المنتخب العراقي عن السيء.
مباريات كانت صعبة على العراق، لكن الحمد لله شكر كرة أخيرة دخلت في مرمى المنتخب الفيتنامي. ألف مبروك للشعب العراقي، مبروك الجماهير العراقية. إحنا من نشوف فوز العراق لازم نترك الانتقادات. اليوم أكيد يعني كان هنالك ضياع كثير من الكرات، أنا قلت لك أن العراق راح يعاني لحد دقيقة 70 بضياع الكرات وهذا ما حدث. كرة واحدة دخلت في شباك مرمى المنتخب الفيتنامي. ألف ألف مبروك للشعب العراقي، فوز مهم 3 نقاط، الحمد لله بالصدارة حاليا. بس نتمنى شوية من المدرب بالبداية، التشكيلة نزل بها بالبداية كانت مو مضبوطة، الشوط الثاني عدل بالتغييرات والحمد لله صارت فرصة وفزنا. نتمنى إن شاء الله القادم أفضل، وإحنا الأداء إحنا اللعبات القوية راح تجينا أصعب مع الإمارات ومع السعودية واليابان، فهاي اللعبات إحنا لازم تكون سهلة لنا. قدموا أداء كلش حلو ممتاز، بالشوط الأول كان ضغط قوي على منتخب الفيتنام، بالشوط الثاني مثل ما قال الأخ إنه صارت شوية تبديلات وصار الأداء أقوى، بس مع ذلك ما حالفنا الحظ بالبداية وبنص الملعب وايد كامل، بس بالأخير الحمد لله والشكر هدفنا وأخذنا الفوز و3 نقاط ضمناهم. الحمد لله والشكر كفوا ووفوا وأولادنا ذولة وبلدنا، إحنا نحب نشجع دائما والحمد لله والشكر. الكرة بدمنا تمشي، الله شاهد والحمد لله والشكر، اللي قدر هذا الفوز لنا والحمد لله والشكر. إذا بهذا الأداء، إذا على هذا الأداء للدور الثاني اللي يودونا جديات أحسن، يعني إحنا كجمهور على هيك أداء راح يصير بينا شيء، راح نتمرض جديات. وأكو لاعبين بدون ما نسمي أسماء، حتى إحنا لين فيهم الأيام ذولا هم ولدنا وإخواننا، فيهم قوالة وفيهم مدري شنو جايين شايلين العلم العراقي، أكو غيرة بداخله بس ما يقدر يأدي هذا المستوى. خلص هو هذا إمكانيته، يعني أنت عندك راس حربة ينزل تسكينه ما يعرف يسكن، هسه ليه قول عم يسكن بس نزله بالقاع مومتنا. هذا الفوز على عناد دايما حسين، هذا الفوز عناد دايما حسين، لا عناد دايما حسين، عمي طلعوه عمي طلعوه. ميمي ليش بقاعد على الاحتياط؟ ليش بقاعد ميمي؟ وش وقت لعبه؟ لا عم ولا سجل شو وقت الدقائق كلها ضيعها. لاعب ايمن قاعد ميمي، لاعب ايمن حسين عمي والله ما صايره. امشي الفوز 3 نقاط، نبارك الشعب العراقي. الشوط الثاني لعبه واحسن وسوى تبديلات المدرب الحمد لله والشكر، 3 نقاط مهمه. الف مبروك الشعب العراقي. انا عندي عتب على المقدمين، مو المقدمين البرامج، الضيوف يقولون ايمن يعني يربك الدفاعات، ايش وقت يربك الدفاعات؟ انت مهاجم ايش وقت تقول؟ عليك ان يعني تتقبل النقد، تتقبل نقد الجماهير العراقيه، انت رياضي تتحمل، انت لاعب، انت العراق كله وراك، لازم تقول. طبعا الف مبروك مره ثانيه، الحمد لله والشكر، احنا بالصداره ان شاء الله دائما بالصداره، مبروك. كابتن شرفان حبيب قلبي، طيب بوسه حبيبي، طيب بوسه. كابتن حيدر هاي بوسه من كردستان العراقي لك. كابتن حيدر بشرفك العزيز، بغيرتك، بوطنيتك، إذا ما تتكلم عن اللاعب أيمن حسين الجمهور العراقي يقاطعك. أتمنى يوصل صوتي. كابتن احترقنا، قلوبنا وقفت قدام الجول وما يقول. كابتن رجان احنا رياضيين ومشجعين، بداعة أهلك طلع صوتي، أمانة عليك أيمن حسين مرضنا. شفت الاختلاف مع اللاعب ميمي سواه، حرك الملعب.